الغدة الدرقية واحد الغدة كتكون في الجهة السفلى ديال العنق، وهاد الغدة الدرقية كتدير لنا واحد الإفرازات ديال الهرمونات ديال الغدة الدرقية اللي أساسيين للحياة. يعني ما يمكنش الواحد يعيش بلا هاد الهرمونات، وهاد الهرمونات كيفاش كيدخلوا؟ كيدخلوا في جميع أي حاجة كتخدم في الذات، أي حاجة كيدخلوا هاد الهرمونات، هما اللي كينشطوا كل شيء، كينشطوا الدورة الدموية، القلب، كل شيء كينشطوا، هما داخلين في الفونكسيونمون، في التوازن ديال 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 الجسم. الأعراض ديال خلل في الغدة الدرقية، الغدة الدرقية هي عندها جوج خلالات، إما كيكون عندها نقص في الإفرازات، ولا الإفرازات كتكون شوية كثيرة. دابا كنعيطوا ليها حنا نقص في الإفرازات، نبداو ليها هي ليبوتيرويدي. ملي كينقصوا هاد الإفرازات كدات كترجع فيها واحد الخمول، بنادم كيرجع معجاز، كيرجع كيغلاط شوية، كيرجع تباشينو ثقيل، القلب كيهبط شويه، الانسان كيكون بحال اللي مكتئب. اذا حيت داك بحال ديك الغده ديال النشاط، الكرش مقبوضه عليه، كتكون ديك الغده ديال النشاط ما كايناش، اذا كتعطيه واحد الخمول، وهذا كيشخصها الطبيب غير كيشوفو. كنديروا التحليلات كيعطيونا هاد الخمول، اولا الإفرازات زايدة على القياس. ملي كيتزادوا الإفرازات على القياس اش كيعطيو؟ كيعطيو القلب، دقات القلب كترجع كثيرة، كيرجع مثلا قلة النعاس، كيرجع الكرش جارية، كتكون جارية الإسهال، كيكون عاوتاني شوية ديال نقص ديال الوزن. هذه هي الأعراض ديال الأسباب. إذا الطبيب ملي كيشخص المرض كيخرج علاجات، واش باش اللي كينقصوا من الوظيفة ديالها، أولا من هذوك الأعداء اللي يزيد. ملي ما كتكون الوظيفه ما كايناش كنعوضوا داك الهرمونات، كاين واحد العلاج اللي كيتبع باش كنعوضوا داك النقص ديال الهرمونات، حيت الهرمون ديال الغده الدرقيه هرمون اللي اساسي للحياه. ما هي الاسباب؟ هي في الحقيقه الاسباب ما معروفينش بزاف، ولكن الاكثريه ديال الاسباب ديال الامراض هو بروده، هما لي زونتيكور، هما هذوك المناعه ديالنا، ديال دوك جهاز المناعه كينوض كياتاكي، كيمشي لهاد الغده الدرقيه وكيحاربها. هذا الشيء علاش ما كنعرفوهاش فوقاش، ولكن هذا هو السبب الاساسي. كاينين شويه عاوتاني الناس هذوك اللي كتنفخ لهم الاسباب ديال الغده، الناس اللي ما كياخذوش اليود بزاف بينهم ديك الساعه، بحال الناس اللي ساكنين في المناطق الجبليه حيت عندهم المناقص في اليود، اذا ديك الماده كتجبر عندهم الغده الدرقيه كتجبر كتكبر في الحجم، وكتعطي واحد كتبان لينا في العنق ديال الانسان بلي بهاد الغده الدرقيه بلي خدات واحد لا هذا. وكاينين عاوتاني كاين حاجه اخرى، هي هاد الغدة الدرقية كتقدر دير لنا دي نودول، كدير واحد 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 العقدات، عقدات في نودول خصنا نفرزوها من الولسيس اللي كيكون في العنق. لا، هادو عقدات كيكونوا وسط الغدة الدرقية، اللي حنا بعض المرات كنخافوا يكونوا شي ورم اللي كيكون خبيث، اللي كخصنا نشخصوه في الوقت ديالو باش كنعطيوه العلاج ديال التحياد ديال هاد الورم. كيفية الوقاية من هي دابا الأكثرية شنو كنديروا؟ الوقاية اللي كيقدوا دابا هي هذيك الملحة اللي كيفرقوا، غنية باليود، هذيك كتكون كتخلي غدة كتخدم مزيان، اذا كيكون داك الشيء شويه ما كيكونش دونك ما كاين غير اليود، اما من غير الملح اللي فيه اليود. والعلاج كيفاش كنعالجوا؟ العلاج اللي كانت خمول في الغده الدرقيه كنعاونوها بهذيك الهرمونات الترويديه اللي كتصوب الغده الدرقيه، كنعطيوها كيتباع على شكل اقراص، كيتباع عند الصيدليه، كل واحد كياخذ العبار الطبيب على حسب التحاليل ديال الشخص المصاب كيعطيه
القدر اللي كيحتاج ليه على حسب التحاليل اللي عنده. وكاينين الناس اخرين اللي كيكون عندهم فرط في الافراز، هذا الافراز كثير، اذا حتى هما كنعطيوهم واحد الدوايات اللي ما كيخليوش هذه الغده الدرقيه تخدم. والناس اللي عندهم هذوك الاورام خبيثه ولا الورم كيكون داير التلفازه، كيكونوا عندنا واحد المجموعه ديال التحاليل وديال ديال 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 الفحوصات قبل اللي كيعطيونا واش هذاك واش خاصو يتحيد بالفتيح ولا شي حاجه اللي خاصها غير المراقبه، حيت ماشي اي ورم في الغده خاصو الفتيح. كحنا ما كنحاولوا نحيدوا الفتيح ولا الجراحه، ما كتطرق غير دوك الاورام اللي كنخافوا منهم يكونوا خبيثه، وغير هي اللي كنقول هي هاد الغده الدرقيه راها خاص الناس اللي عندهم هاد المشكل ما خاصو يمشي عند الطبيب ويشرب الدواء ديالها، حيت هذاك ملي كيكون عندهم خمول في راه كيقدر اللي بقات هذيك الدات كتطلع عجز العجز العجز وكتعراض كيكثروا كيقدروا الله يحفظ يوصلوا حتى للوفاه، حيت هذيك الهرمون ديال الغده الدرقيه اساسي للحياه. وشكرا.